بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 83. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بين لعباده ما ينفعهم من أحكام عباداتهم ومعاملاتهم، ونهاهم عما فيه ضرر لدينهم أو دنياهم، رحمة بهم وإحسانا منه إليهم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله، ما ترك خيرا إلا بينه لأمته، ولا شرا إلا حذرها منه. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم عن أحكام البيع، ونتناول في هذه الحلقة إن شاء الله أحكام التصرف في المبيع قبل قبضه، ما يصح منه وما لا يصح، مع بيان ما يحصل به قبض المبيع ويعد قبضا صحيحا وما لا يعد قبضا صحيحا. فاعلموا وفقني الله وإياكم أنه لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا باتفاق الأئمة، وكذا إذا كان غير ذلك على الصحيح الراجح من قولي العلماء رحمهم الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، متفق عليه. وفي لفظ: حتى يقبضه، ولمسلم: حتى يكتاله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا أحسب غيره إلا مثله، أي غير الطعام. وقد ورد ذلك صريحا، فقد روى الإمام أحمد: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. وروى أبو داود: نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. هذان الحديثان صريحان في منع التصرف في المبيع قبل قبضه مطلقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى: علة النهي عن البيع قبل القبض عجز المشتري عن تسلمه، لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه، لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح، فإنه يسعى في رد البيع إما بجحد أو احتيال في الفسخ، وتأكد بالنهي عن ربح ما لم يضمن. انتهى كلامهما. فيجب على المسلمين أن يتقيدوا بذلك، فإذا اشترى المسلم سلعة لم يقدم على التصرف فيها ببيع أو غيره حتى يقبضها قبضا تاما، وهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس أو يتجاهلونه، فيشترون السلع ثم يبيعونها وهم لم يقبضوها من البائع أصلا، أو يكونوا قد قبضوها قبضا ناقصا لا يعد قبضا صحيحا، كأن يعد الأكياس أو الطرود أو الصناديق مجرد عدد وهي في محل البائع، ثم يذهب ويبيعها على آخر، وهذا لا يعد قبضا صحيحا يترتب عليه جواز تصرف المشتري فيها. فإن قلت: فما هو القبض الصحيح الذي يسوغ للمشتري التصرف في السلعة؟ فالجواب أن قبض السلع يختلف باختلاف نوعيتها، وكل نوع له قبض يناسبه. فإذا كان المبيع مكيلا فقبضه بالكيل، وإن كان موزونا فقبضه بالوزن، وإن كان معدودا فقبضه بالعد، وإن كان مذروعا فقبضه بالذرع، وإن كان المبيع مما ينقل كالثياب والحيوانات والسيارات فقبضه بنقله إلى مكان المشتري، بنقله من مكان البائع إلى مكان المشتري. وإن كان المبيع مما يتناول باليد كالجواهر والكتب ونحوها فقبضه يحصل بتناول المشتري له بيده وحيازته إياه. إن كان المبيع مما لا يمكن نقله من مكان وإن كان المبيع مما لا يمكن نقله من مكانه كالبيوت والأراضي والثمر على رؤوس الشجر فقبضه يحصل بالتخلية، بأن يمكن منه المشتري ويخلى بينه وبينه ليتصرف فيه تصرف المالك،
وتسليم الدار ونحوها بأن يفتح له بابها أو يسلمه مفتاحها. أيها المستمعون الكرام، وقد سمعتم ما مر من الأحاديث في النهي عن التصرف في المبيع قبل قبضه المعتبر شرعا، لما في ذلك من المصلحة للمشتري والبائع من قطع النزاع بينهما والسلامة من الخصومات التي كثيرا ما تنشب بين الناس بسبب تساهلهم في القبض وعدم تفقد المشتري للسلعة واستيفائها بالوفاء والتمام وانقطاع عهدة البائع بها. وهذا أمر ينبغي للمسلم التقيد به وتطبيقه في معاملته، وكثير من الناس اليوم يتساهلون في قبض السلع ويتصرفون فيها قبل القبض الشرعي، فيرتكبون ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من بيعها قبل قبضها، فيقعون في الخصومات والمنازعات أو يصابون بالندامة عندما تنكشف لهم السلعة على حقيقتها وقد تصرفوا فيها، فلا يستطيعون الخلاص منها إلا بمرافعات ومدافعات. وهكذا كل من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يندم ويتعب. أيها المستمعون الكرام، ومما حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه إقالة أحد المتبايعين للآخر بفسخ البيع معه عندما يظهر له غبن أو تزول حاجته بالسلعة أو يعسر بثمنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. والإقالة معناها رفع العقد ورجوع كل من المتعاقدين بما كان له من غير زيادة ولا نقص، وهي من حق المسلم على أخيه المسلم عندما يحتاج إليها ويطلبها من أخيه، وهي من حسن المعاملة ومن مقتضى الأخوة الإيمانية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.